أهلا بيك. دايما لما كنت بحب أعمل ريفريش كانت أول حاجة بتيجي في بالي أروح اسكندرية، بلد من كتر حلاوة البحر والمناظر الحلوة تحسسك بانتعاشة حلوة. بس وسط اللمحات الجميلة دي لو بصينا يمينك شوية هتلاقي محور المحمودية اللي كان من فترة قريبة كنا بنعتبره من العشوائيات، لكن لما زرت اسكندرية آخر مرة قلت ارمي عيني كده على محور المحمودية. بجد هو إيه اللي حصل ده؟ فين محور المحمودية بتاع زمان؟ وإيه الجمال ده؟ فقلت لازم أعرف التغيير السريع ده حصل إزاي في محور المحمودية، واسمع مني الحكاية وما فيها. محمد علي كان عنده نظرة بعيدة وكان عارف أهمية موقع المحمودية، قال هو أنا إزاي عندي نيل وبحرين أحمر وأبيض ومش واصلين ببعض؟ طب ما أنا ممكن أوصل النيل بالبحر الأبيض المتوسط اللي هي اسكندرية. وبالفعل في 8 مايو سنة 1805 أمر محمد علي بحفر ترعة المحمودية اللي بتبدأ من بهبيط وبتنتهي في اسكندرية، وده عشان يسهل حركة التجارة بين القاهرة واسكندرية عن طريق المراكب، ومن هنا بقى فيه فكرة حفر ترعة المحمودية. وبعد ما أمر محمد علي بحفر الممر المائي وأمر الكشافين بجمع الأنفار وكانت كل قرية بتمر عليها الترعة بيساعد أهلها في الحفر، وكانت كل قرية بتسلم الحفر للقرية اللي بعدها، وفجأة اتوقف العمل بسبب الطاعون، وكان كل ما يتوفى حد يدفن في نفس مكان الحفر لأنه كان مشارك فيه، لحد ما وصل عددهم ل 12,000 مصري، لحد ما جت سنة 1820 وبدأ الموضوع ياخد مرحلة التنفيذ الفعلي، وكانت البداية للترعة من اسكندرية، وبدأ الحفر فيها تاني لحد ما بقت ترعة المحمودية. يلا دمي فوت في الحديد، لا ما عندناش حاجة مستحيل. ومرت المحمودية بمراحل كتير، منها مرحلة الإنجليز اللي كانوا عاملين حامية في كل بلد في مصر ومنها المحمودية، وكانوا بيحموا الأهوسة اللي بترفع منسوب المية عشان الناس تشرب منها، وساعتها كان في أكبر محطة توليد كهرباء هناك واسمها محطة العطف الكهربية، وفضلت الترعة تمر عليها أيام وسنين وتبقى على هذا الوضع لحد فترة قريبة كانت ترعة المحمودية مستنقع للمخلفات، وده طبعا خلى ان يبقى فيه بناء عشوائي ومخالف على محور المحمودية، وده طبعا كان استغلال وكان لازم التصرف فيه، والمخلفات أثرت على جودة المية واللي بسببها بقى بيتم قطع المية كتير، وعشان كده كان لازم يبقى فيه حل سريع للمشكلة دي، وقد كان والحمد لله. والحل ان يتردم المجرى المائي للترعة ونستبدل لها بثلاث خطوط مدفونة عشان الشرب والصرف والمياه الجوفية. وبعد ما كان حال ترعة المحمودية ما يرتيش حد، اتغير الوضع تماما بمشروع محور المحمودية، وبدأ المحور ياخد شكل موازي لكورنيش اسكندرية عشان يسهل الحركة المرورية اللي اتأثرت كتير بالبناء العشوائي، وعلشان برضو يربط 25 محور فرعي جوه اسكندرية تحس انه لم اسكندرية حواليه من تاني. وكده بقى محور تنموي هيغير الشكل الحضاري لاسكندرية. واسمع مني، الفترة دي مصر بتشهد ازدهار في مشروعات التنمية اللي لازم نحافظ عليها ونبعد عن الإهمال والعشوائية اللي عمرهم ما هيبنوا وطن. وخلصت حلقتنا، بشكر حضراتكم واستنوني في نفس الميعاد وحلقة جديدة من برنامج اسمع مني على الراديو 9090 هواها مصري. داليا الخطيب.